صباح الخير يا متابعين، مفتاح الفعل الصباح لشركة وينزل بروكر. هي دمهولكم كريم عيد. اليوم 11 فبراير 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. تداولات طبعا سلبية الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مقابل كل الأدوات المالية، وده أكيد راجع في المقام الأول لبعض التفاؤل الموجود حول تعافي الاقتصاد العالمي من ناحية، ومن ناحية أخرى الأحداث طبعا الخاصة بالدولار الأمريكي بعد كشف الحكومة طبعا الأمريكية الموازنة الفيدرالية في أمريكا سجلت عجز بنحو 162.8 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة، ولكن العام الماضي 2020 اللي كانت التسجيل فيها 32.5 مليار دولار. ده أثر بشكل مباشر طبعا على أسعار الدولار الأمريكي خلال تداولات أمس، بالإضافة لمتابعة طبعا محاكمة دونالد ترامب وأحداث تانية كتير داخل الولايات المتحدة الأمريكية مؤثرة على سعر الدولار الأمريكي. امبارح كان عندنا بيان كمان هام، هو مؤشر اسعار المستهلكين الاساسي الشهر يناير اللي جاب نتيجه اسوء متوقع 0%، وكان متوقع عليه 2%. دي كانت اهم البيانات وهم الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. زي ما احنا شايفين طبعا الاداء السلبي للامريكي مقابل الين الياباني وارتداده من 105.67 لاستقراره اسفل ال 174، وهي نقطه محوريه طبعا نقطه محوريه هامه جدا. أداء سلبي على مؤشر الـ EMA تقاطع المتوسطات السعرية الأسفل، أداء سلبي على مؤشر السار ثبات السعر أسفل المتوسطات السعرية، حتى مؤشر فلات ترند والاستريست كمان مديان إشارات سلبية في إجماع بالكامل على الأداء السلبي، بالإضافة لوجوده أسفل 174، كل ده ضاغط عليه بشكل كبير، ولذلك نتوقع مزيد من الانخفاض ولكن بشرط كسر الـ 124 علشان نروح الـ 173 وراها الـ 30، مرة تانية كسر الـ 124 وراها الـ 173 وراها الـ 133. السيناريو الآخر المعاكس هيتحقق بكسر ال 125 وراها ال 70 وآخر نقطة عند ال 116. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.